أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في مول المعالم الصينية في ولاية بركة. طبعا أكثر من مدخل، كل مدخل بجانبه بعض المواقف. هذا بعض المدخل مثل ما نلاحظ، أكثر من مدخل توجد جميع المحلات، مختلف المحلات، محلات هنا مثل ما نلاحظ البطانيات والشراشف وغيرها من البضاعة، مختلف المحلات، المراية وغيرها كذلك مثل ما نشاهد. وهنا في الاتجاه الآخر الطريق إلى المسجد وغيرها ومحلات الرضاعة، هذه المحلات التابعة لمختلف الحنفيات وكذلك الشطافات. وهنا كذلك يمكن إيجاد الأغراض التابعة للتصميم وغيرها كذلك. محلات الإضاءة مثل ما نلاحظ ومحلات الستائر، محلات الإضاءة متوفرة بكثرة. وهنا كذلك أدوات التشجير وغيرها، محلات متنوعة حقيقة موجودة، ومحلات الأثاث، كنبات وغيرها كذلك موجودة. أيضا هنا محل شطافات وغيرها، وهنا محلات التعشيب مثل ما نلاحظ بمختلف سمكها وغيرها، أكثر من محل موجود هنا. وهنا كذلك محلات لبضاعة البيوت والشراشف والبطانيات وغيرها. طبعا توجد خدمات أخرى، هنا سياكل أيضا للأطفال، ألعاب الأطفال. وتوجد كذلك محلات للهواتف بمختلف أنواعها، ومحلات النساء كذلك موجودة. توجد أيضا كذلك مثل ما نلاحظ محلات العبايات، محلات نسائية ومحلات الهواتف وكبارات وغيرها، ومحلات الكاميرات. هنا أيضا محل للأثاث، محل كبير وواسع، مختلف أصناف الأثاث موجود هنا. طبعا توجد به خدمات أخرى مثل خدمات الصرف والسحب وماكينات الإيداع. هنا أدوات الزينة و الورود وغيرها، محلات مختلفة ومتنوعة، محلات النسائية كذلك متوفرة. مثل ما نلاحظ محلات الألعاب والسياكل والسيارات الكهربائية وغيرها متوفرة كذلك. هنا أيضا محلات في الساحة هذه توجد مختلف السياكل أطفال والكبار والدراجات الهوائية والسكوترات وغيرها. ومثل ما ذكرنا ماكينات الصرف الآلي موجودة، محلات أخرى لي هنا، الطريق إلى المسجد وغيرها. هذا الطريق طبعا محلات بالكامل هنا، محلات الكهرباء والإضاءة وغيرها بمختلف الأشكال والأنواع. وهنا الطريق إلى المسجد كذلك، يوجد غرفة للصلاة للرجال والنساء ودورات المياه. وهنا قاعة أيضا للمطاعم، توجد بعض المطاعم هنا
كما توجد ألعاب للأطفال. هذا بشكل عام بالنسبة لي مول المعالم الصينية أحبتي. هنا طبعا غرف الصلاة، نراكم في مقطع آخر بإذن الله.